لخصوصيتها الكبيرة وتسميتها بالعراق المصغر ومدينة الأطياف العراقية كافة، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يختار كركوك كأول محافظة يزورها منذ تمرير حكومته تحت قبة مجلس النواب في 7 من شهر أيار الماضي. الكاظمي اختار كركوك ليطلق منها عملية باسم أبطال العراق نصر السيادة، وبإشرافه المباشر لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب محافظة كركوك وحدودها الفاصلة مع صلاح الدين، بعد اجتماع موسع مع القيادات العسكرية والأمنية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة للاطلاع على سير العمليات هناك. تواجد القائد العام مع المقاتلين المشاركين في العملية من قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي يمنحهم زخماً عسكرياً كبيراً، وهم يلاحقون فلول داعش في ظل الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد، وهذا ما حرص عليه الكاظمي في كركوك. إحدى العائلات التي تسكن قرية السعيدي بقضاء داقوق كان لها نصيب من الزيارة، حيث دعا الكاظمي القوات الأمنية إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة. قديمين؟ اي والله. ما عندكم مشاكل؟ لا الحمد لله كل شيء معك. ما مضايقكم احد؟ لا ابد. احكي بصراحه. لا والله الحمد لله. لا تخافين. ابد ما خافت. رئيس الوزراء معك. اي كلنا لا تخافين. لا والله ما خايفه، بس الحمد لله مستورين وعايشين مرتاحين وصايك الله صايدكم. كهرباء عندكم؟ اي الحمد لله والشكر. ايش عندك انت اولاد؟ عندي 3 أولاد جهال وبنات. زوجي شوين؟ والله زوجي قاطب ذي حواض مال سمس ويا زقيره، ما نعيتي. منو وياك بعد هنا بالقرية؟ والله بس انا وبناتي وجالي. الامن والسيادة ملفان لهما اولوية كبيرة للكاظمي لايمانه الكبير انه وبتحقيقهما تستقيم باقي الملفات وتتجه حكومته لخدمة الشعب عبر تطبيق برنامجها على ارض الواقع، وهذا ما اكده من كركوك بان القوات الامنية مستمرة في ملاحقة بقايا تنظيم داعش الارهابي والقاء القبض على المطلوبين والقضاء على البؤر الارهابية لتعزيز الامن والاستقرار في عموم البلاد.